بسم الله الرحمن الرحيم. هسه تجربتنا اليوم ان شاء الله عن دائرة الار سي سيركت. راح نحاول ندرس العلاقة ما بين الجهد على المواسع وما بين الزمن، وكذلك الجزء الثاني راح نشحن المواسع الى الماكسيموم، ثم ايش ندرس العلاقة ما بين الجهد عليه وما بين في عملية التفريغ مع الزمن. يعني احنا في حالة بدنا نشحن المكثف، والحالة الثانية نفرغ المكثف. في الحالة الأولى شحن المكثف، بدنا ندرس العلاقة ما بين الجهد على المكثف والذي هو يزداد مع زيادة الزمن، والجزء الثاني ندرس العلاقة ما بين الجهد على المواسع لما يكون مشحون ويبدأ يتناقص الشحنة، تبدأ تتناقص الشحنة عليه وبالتالي يتناقص الجهد عليه كذلك مع الزمن. إذا بدي أحكي لكم عن الدارة، هي الدارة تتكون من بطارية، وراح نحط الجهد هون 10 فولت ودي سي، وفي عندنا هون مقاومة صغيرة يعني حجمها صغير لكن هي تقريبا بحدود 220 كيلو أوم، وفي عندنا هذا المواسع، هذا المواسع تقريبا 100 مايكرو فاراد. وننتبه للمواسع الى انه في دائما طرف لازم نوصله مع الموجب وطرف ايش نوصله مع السالب. في البداية الجهد على R راح يكون اكبر ما يمكن، بينما الجهد على C ما راح يكون، راح يكون يساوي صفر. ليش؟ لانه لا يوجد عليه شحنة في البداية، في بداية قبل ايش ما اعمل ايش عملية شحن. ولكن مع استمرار عملية يعني وصل الدارة الكهربائية تزداد الشحنات الكهربائية على المواسع وبالتالي يرتفع الجهد عليه، ويبدأ بالاستمرار حتى يوصل الجهد على المواسع هو جهد ايش البطارية، بينما الجهد على المقاومة بيبدأ ايش في البداية عالي يساوي جهد البطارية ثم بيبدأ يقل ايش الى الصفر. انا الان وضع سلك على طرفي المواسع مشان يشيل اي شحنة موجودة عليه، مجرد انا ما شلت هذا السلك بيبدأ ايش المواسع الجهد عليه يزداد وبيبدأ ايش الجهد على المقاومة. نلاحظ انه الان الجهد على المقاومة اعلى ما يمكن اللي هو يساوي جهد البطارية. ليش؟ لأنه الآن أنا واصل سلك على طرفي المواسع وبالتالي الشحنة على المواسع يساوي زيرو وبالتالي إيش الجهد عليه يساوي زيرو. خلينا الآن أشيل هذا السلك فبيبدأ ينشحن المواسع وأضغط على الساعة، وكل فترة زمنية أشوف قديش الجهد، مثلا كل 5 ثواني، أو بإمكاني أخذ كل جهد مثلا عند 9 فولت قديش الزمان، عند 8 فولت قديش الزمان، عند 7 فولت وهكذا. خلينا نبدأ، أشيل السلك أضغط الساعة، بدأت الساعة بالعاد. الآن بس مثلا أطلع لما تكون 5 ثواني أطلع قديش الجهد وأسجله، أنتظر شوي حتى تصير مثلا 10 ثواني أطلع أشوف قديش الجهد وأسجله، بعد كمان 15 ثانية، هاي 15 ثانية الجهد تقريبا 4.5، أنتظر ل20 ثانية، هاي 20 الجهد تقريبا 3.7، وهكذا. فأنا بأخذ قراءات ما بين الجهد على R وإيش والزمن، وبعد ذلك إيش بطرح من كل قراءة جهد على المقاومة بطرحها من جهد البطارية فبعطيني إيش الجهد على C. مطلوب طبعا منكم بعض هاي الأشياء لأنه نطلع ثابت الزمن الساعوي لهذه الدارة اللي هي دارة RC. فطبعا حتى إيجاد ثابت الزمن الساعوي من الرسم لازم نأخذ مثلا جهد عندنا 10 فولت فلازم أضربه في 37% من 10 فبيطلع تقريبا 3.7 فولت. 3.7 فولت أنا بدي أطرحها من 10 بيطلع عندنا تقريبا 6 وشيء، وباجي على النقطة اللي فيها الجهد 6 وشيء بمشي خط مستقيم هيك وبنزل تحت فبكون هي تاو. يعني تاو هي الزمن اللازم ليرتفع الجهد على المواسع إلى 63% من قيمته الأصلية، 63% من قيمته العليا، قيمته العليا من يعني من ايش من 10 فولت. الآن الجهد على المواسع أصبح أعلى ما يمكن، وأنا إذا بقوم بوصل هذا السلك اللي كان موجود على طرف البطارية السالب مع السلك اللي موصول على طرف البطارية الموجب فبصير عندي دارة مغلقة فيها مكونة من المقاومة والمواسع المشحون واللي شحنته الآن أعلى ما يمكن، يعني الجهد عليه أعلى ما يمكن، بينما الجهد هون على المقاومة يساوي زيرو. فأنا مجرد ما أوصل هذا الطرف على هذا الطرف يعني طرفي السلكين هذا مع بعض مشان أغلق الدارة،
راح الفولت ميتر يقيس اللي ايش الجهد على المقاومه، فالجهد على المقاومه في هذه الحاله يساوي زيرو، فبيبدا من زيرو. وبعد مثلا 5 ثواني بشوف قديش الجهد على ار، بعد 10 ثواني قديش الجهد على ار. طبعا متذكرين الى ان الجهد على ار زائد الجهد على ار على سي يساوي مقدار ثابت ويساوي ايش جهد البطاريه. خلينا نكون بالوصل، ومن ثم اضغط الساعه وابدا باخذ ايش القراءات. فعند زمن تي، طبعا عند زمن تي الجهد على ار يساوي زيرو، نضغط هون، فهاي الجهد ايش بدا ايش عندي، لاحظوا بالنزول. فكل 5 ثواني باخذ ايش القراءه.